مشاهدينا الاوفياء، مرحبا بكم مره اخرى دائما من مدينه الدار البيضاء، هذه المره من منطقه الهلويين. معنا الاخت نعيمه. الاخت نعيمه من مواليد المسيره الخضراء، كانت انسانه عاديه كاي امراه، كتامل انها تكون كذلك ربت بيت، أنها تكون متزوجة، ولكن شاءت الأقدار عكس ذلك. نعيمة في سنة 2014 كانت كتشتغل أحد المطاعم معروفة بمدينة الدار البيضاء، ديال أحد العائلات المعروفة كذلك، ماشي هذا هو القصة ديالنا الآن، حنا غنتكلمو جانب إنساني بطبيعة الحال. كانت كتشتغل مع عائلة معروفة بمدينة الدار البيضاء، انفجرت قنينة ديال الغاز ديال البوطان، تصابت على كتف نعيمة بحروق من الدرجة الثالثة، حولت لها المسار ديال الحياة ديالها، وقلبت لها حياتها رأسا على عقب. هادشي هو اللي غادي تسمعوه معنا وغتشاركو معكم الأخت نعيمة. أختي نعيمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اختي نعيمة، عيطتي علينا باش تشاركي القصة ديالك مع خوتك المغاربة، ياك؟ نعم. تفضلي، ها هما كلشي كيشوفك دابا، عاودي لهم اشنو وقع لك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أنا غادي نتشارك وتشاركوا معايا واحد القصة اللي هي قصة مؤلمة، قصة وقعدية في نفس الوقت. أنا كنت واحد الإنسانة عادية، واحد النهار مشيت طلعت للخدمة، كنت خدامة في واحد المطعم، طلعت للخدمة وتفرقعات عليا البوطة. ملي تفرقعات عليا البوطة يعني لا الضالات لا التلفازات لا كلشي، داكشي كلشي طاح عليا، يعني انفجار ديال قنينة الغاز، وعندي الوثائق ديالي وعندي كلشي يثبت أنني ضحية الحادث. هزاتني لومبيلونس في هذيك الساعة، يعني لابيلونس هزاتني داتني للمستشفى الجامعي بن رشد لتلقي العلاجات الضرورية كما هو مبين لكم بالشواهد الطبية. ها هي شواهد طبية، والطبيب سين نون الذي أثبت في تقريره الشرعي 180 يوم كعز مؤقت و 35 يوم كعز دائم، والألم مهم 35% كعجز دائم. صابيت بعاهة مستديمة في عيني كيف كتلاحظوا، يعني مسمية الجلالة، يعني مني وقع لي انفجار ديال القنينة زعزعت لي الشبكة ديال راسي، والشعر ديالي حيدته بن رشد، يعني الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. ملي تصابيت بعاهة مستديمة في عيني وعاهة مستديمة في ذاتي، الحمد لله أنا كنحمد الله ونشكره سبحانه وتعالى. من تما بدات المعاناة، عانيت معاناة مؤلمة وشديدة للغاية، يعني معاناة مؤلمة. درت واحد الدعوة اللي هي دعوة في القضاء، ما خديتش حقي ما خديتوش، يعني ما خليتينا باب دقيت، ما خليتينا باب طرقت، بعت حوايجي، بعت كل ما نملك في حياتي، الجلالة بلي على ظهري بعتهم، والله يشهد، والله يشهد، والله يشهد، الجلالة ديولي اللي على ظهري وحوايجي. بالمناسبة بس، بالمناسبة مشاهدينا أبو فيها، ماشي من عادتنا أننا نوريو جميع الحيثيات ديال اي حاله كنصوروها بحكم هذه ما كتفرض علينا القوانين هادشي هذا، ولكن يشهد الله سبحانه وتعالى انه ربما الى المشاهد الكريم الى دقق النظر غير في الجوانب اللي حنا حتى الجلسه اللي جالسين حنا الان، لاحظوا حتى السداده ما فيهمش المضارب، وحنا دخلنا على غفله، اقسم بالله الى دخلنا على غفله، يعني ما دخلنا على غفله على الاخت نعيمه،
يعني بدون موعي كانت تواصلت معنا، وحكم انه كان عندنا ضغط كثير ديال الحالات الانسانيه، واللي كنتشرفوا اننا كنتناولوا الحالات الانسانيه، وجينا على غفله نفس الحاله، لاحظتوا راه هذه الحاله اللي عليها اختكم نعيمه ما زادت ما نقصات. تفضلي اختي نعيمه كملي غادي وضحنا للمشاهد الكريم. المهم خوتي اخواتي المسلمين، خوتي في الله، خوتي في الله، يعني تنكمل لكم انني والله يشهد الى بعض الحوايج اللي على ظهري بعتهم باش نعالج وباش نداوي خوتي. عندي خوتي الحمد لله، ولكن كل واحد عنده ظروفه، كل واحد عنده وليدات الله يخليه ليهم، الله يخليهم ليهم. هزوني 8 سنين دابا هما هازيني في الملبس وفي المأكل، ولكن راه 8 سنوات راه لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما بقات عندي صحة باش نخدم، ما بقات عندي صحة باش ندور. ما جاو الأخوان البارح ما نعستش، ما نعستش، كنفكر تصبت بصدمة كبيرة وتصبت بأزمة نفسية حادة حادة للغاية للغاية. كيف ما قلت لكم هذا الشيء صبح عبء ثقيل على ظهري وصبح كابوس كبير في حياتي. الحمد لله أنا تنحمد الله ونشكره لأنني مؤمنة بالله، وإن شاء الله ونتمنى في الله وفيكم، نتمنى فيكم الخير. أنا أخوتي المغاربة عارفاكم بأنكم قلوبكم طيبين، وانتم ناس الخير وتتحبوا الخير وتتبغوا الخير وتتساعدوا مع كل من هو محتاج. الحمد لله عندي أخوتي، وأنا توجهت لكم أخوتي بهذه الشهادة، توجهت لكم باش تعاونوا معايا وباش تعاونوا معايا، لأنني أنا أصبحت كنعاني، كنعاني معاناة شديدة شديدة للغاية. أصبحت كنعاني معاناة معاناة شديدة بزاف بزاف بزاف. طرقت جميع الأبواب ولا مشيت، ما خليت هنا جمعية مشيت ليها ما خليت، ولا مجيب ولا مجيب. المجيب هو الله سبحانه وتعالى. أنا من هذا المنبر كناشد كل من هو مسؤول في القضاء، كل من هو مسؤول، يعني انا تنصبر راسي وتنشد دموعي دابا شاداهم. راك يعلم الله ويشهد الله انني معاناه كثيره، راه قريبا نفقد البصر اخوتي، عاونوني، راه قريبا نفقد البصر. نتوما كتلاحظوا عيني شدت فيها الجلاله والاخرى راه باديه فيها، وإلا فقدت البصر راني جلست لا حول لي ولا قوه. اخوتي المغاربه غير باش نوضح لكم، هادي بغيت نقول لكم غير الصورة اللي كانت على نعيمة، هاهي هي كانت الكاميرا شادة مزيان، هادي الصورة اللي كانت على نعيمة، هادي الحالة اللي كانت على نعيمة هي هادي قبل الحادثة، ولكن بعد الحادثة لاحظوا هادي الصورة من بعد الحادثة، لاحظوا هنا في المستشفى هاهي، وهنا هاي الحروق اللي مصابة بها أخت نعيمة على مستوى العنق، على مستوى العنق وعلى مستوى الرجلين كذلك، على مستوى الرجلين لاحظوا هذا على مستوى الرجلين، هذه على مستوى الذراع لاحظوا 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 هذه على مستوى الذراع. يعني الحالة اللي صحات على نعيمة أنتم هادي لاحظوا لاحظوا. أنا بغيت المشاهدين الأوفياء، المشاهدين ديالنا الأوفياء، بغيت المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، بغيتهم يديروا غير مقارنة ما بين هاد الصورة هادي، هانتوما اللي كتشوفوا قدامكم، ما بين هاد الصورة هادي وما بين هاد الصورة هادي، يعني فرق كبير، فرق شاسع. هنا بغيتكم غير نوصل لكم حجم المعاناة اللي كتعانيه نعيمة، بغض النظر على حسب القول ديالها حسب الأوراق الثبوتية اللي كتشكل حدانا الآن، كانت كتشتغل في أحد المطاعم كما قلنا اللي معروفة وعائلة معروفة، كتحس براسها بأنها ما خداتش الحق ديالها. طبعا الحال هذا موضوع آخر وممكن ان نطرقوا ليه، وممكن نطرق ليه قناة اخرى الله اعلم. حنا الان غادي نبقاو في الحاله الانسانيه، يعني من بعد ان حسيت براسها الحق ديالها ما خدتوش،
الآن أصبحت كتعيش اضطرابات نفسية، كتعيش اضطرابات نفسية، بالإضافة إلى العاهة المستديمة اللي بقات كتصاحبها لحد الآن، ولات عازة على العمل بعد ما كانت كما كنقولوا امرأة حادقة وديكوردية. حنا كنعرفوا المغربيات كيقول لكم امرأة وقادة، كتخرج كتسترزق الله كتجيب طرف ديال الخوت وتدخل في حالتها. نايمة من بعد الحادثة فتعرضات للعديد من ضغوط نفسية واضطرابات نفسية، طلعت وهبطات من أجل باش تاخذ الحق ديالها. بعد 8 سنوات من طلوع الهبوط لقات راسها كما كيقولوا ايدلو ايد قدام، بالإضافة إلى الفقر، بالإضافة إلى أنها ما بقاتش قادرة تخدم، بالإضافة إلى أنه تقدموا لها ثلاثة ديال الناس اللي كانوا باغي يتزوجوا نعيمة، ولكن مجرد أنهم اللي شافوا طبيعة الحال كما قلنا الإخوان لا مجال للمقارنة. إذا تكلمنا كون جاو هاد العرسان في هاد الوقيتة ديال هاد الصورة هادي فأكيد كان غادي يدخلوا، يعني بالمقارنة مع هاد الصورة هادي فهنا كتدخل الأقدار الإلهية. يعني الأقدار الإلهية حاجة أنه الأخت نعيمة لعله خير، كنقولوا حنا لعله خير، ربما تزوجت لعله خير، ولكن معاناة نفسية يومية، بالإضافة إلى البيت اللي كتسكن فيه نعيمة واللي هو غير الأخ ديالها، الله يجازيه بخير من المنبر، اللي هو الأب ديالنا. دابا ملي الوالد ديالي تقطعت له رجلو ولا هو الأب ديالنا، الله يجازيه بخير، عندو وليدات ومرضي الوالدين مهلبينا وما مخصصنا حتى الحاجة، ولكن راه بزاف راه مدة 8 سنوات وانا هادي هي بلاصتي كيف ما كتشوف، وهاي هادي هي بلاصتي ولحد الساعة الآن تفاقم عليا الدار. عبري للمشاهدين، عبري لما داك السد ديالي غير نشوفو منو تفاقم عليا الدار، فاقم عليا الدار، الناموسية ديالي اللي كنت كنعس عليها بعتها، والله يشهد بأن الناموسية اللي كنت كنعس عليها بعتها ب50 درهم، بعتها ناموسيتي وحوايجي وكلشي من ملك بعتو، وقايد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكناشد من كل هو مسؤول عن القضاء يشوف هاد القضية ويحل بعينه، يشوف بعينه ويحل بقلبه ويخرجني من هاد المحنة اللي دامت مدة 8 سنوات. أنا كنحمد الله ونشكره، كنحمد الله ونشكره، ربما أن الله سبحانه وتعالى عطاني هاد الفرصة اللي الحمد لله تبت لله، وليت كنصلي وليت كنذكر الله صباح مساء، الحمد لله فرصة ثانية عطاني الله في الحياة، ربما الله بغاني نولي من أهل نمشي من أهل الجنة الله سبحانه وتعالى، حتى أنا مؤمنة بالله الحمد لله، هذا قضاء الله وقدر. وتتوجه لكم أخوتي، أنا عارفة قلبكم كبير وما كتفوتوا حتى شي واحد، والمغاربة في جميع بقاع العالم معروفين بالكرم وبالجود وبالصدر الرحم، الحمد لله والشكر لله، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن نفس كربة المسلم نفس الله كربته يوم القيامة. أخوتي المغاربة الحمد لله، أنا تنحمد الله ونشكره على هذا العطاء اللي عطاني سيدي ربي، كنحمد به الله ونشكره، ربما أن الله سبحانه وتعالى حبني وعطاني هذا الشيء، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، كنحمد الله ونشكره، والحمد لله والشكر لله، والسلام عليكم أخوتي المغاربة ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأوفياء داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، غير للإضافة فقط، فكنعتذر لأنه المشاعر اللي كتخونني، يعني دائما كنقولها ملي كتكون الحالات، وحنا الحمد لله هذا هو الفضل ديال الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التمييز، ربما احترامنا جميع المنابع الإعلامية، ولكن هذا هو التمييز ديالنا اللي كنحمدوا به الله، شكون كنتشرفوا أننا تحملنا هذا العبء، هذا أننا كنتناولوا الحالات الإنسانية بشكل كبير، والحمد لله، يعني كنحاولوا نعيشوا معنا
المشاهدين الكرام والمغاربه كلهم، لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، كنحاول نعيشوا المعاناه ديالنا حنا كمجتمع. هذا هو الدور ديالنا حنا في القناه. الاخت نعيمه كما قلت للاضافه، ف عندها يعني بقعه بيضاء كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا جلاله، جلاله عندها بقعه بيضاء على العين اليمنى ديالها جراء الحادث، والان راه ما كتشوفش بالعين اليمنى، والطبيب قال لها بانه ربما حتى العين اليسرى لا قدر الله، هذا الشيء ما كنتمناوش، تقدر حتى هي تمشي لك. يعني ليكم انكم تخيلوا امراه جالسه بلا زواج بلا اطفال بلا خدمه، ضغوط نفسيه وتزيدها حتى تولي كفيفه، تولي بصره ما عندهاش. ليكم انكم تخيلوا خوتي المغاربه، انا ما نتمناش اي واحد يتحط في هذا الموقف، ولكن ليكم انكم تخيلوا هذه المعاناه ديال الاخت نعيمه. هذا الشيء كله، الشيء كله الاخت نعيمه الحمد لله صبرات واحتسبت وقالت هذا قضاء الله والقدر ديالو، ولكن المعاناه اليوميه اللي كتعيشها كتخليها كتموت ساعه بساعه لحظه بلحظه كتموت. غير السكن فين ساكنه الاخت نعيمه ماشي سكن ديال انسان ادمي، وكنعتذر على اللفظ هذا وكنعتذر على التعبير هذا، ولكن هذه حقيقه. اخت نعيمه انا دخلت كما كنقول دخلت على غفله، يشهد الله ما كانتش عارفه نحن جايين، حتى قلت لها انا حدا الباب صونيت، قلت لها راني حدا الباب، حتى دخلت ملي دخلت وضع صراحة ما نقدرش نشرحو لكم، انا غنخلي المشاهدين الاوفياء ونخلي المغاربة خصوصا المغاربة اللي داخل ارض الوطن، ربما اللي خارج ارض الوطن ما يقدرش يحضر ويشوف هنا، ولكن غنخلي المغاربة داخل ارض الوطن انهم يجيو عند الاخت نعيمة ويشوفوا هذه الحالة ويتأكدوا بانها حالة كتستحق المساعدة، باش ما نطولوش على المشاهدين ديال الاوفياء. ف كما قلنا نعيمة عندها قضية أخرى اللي هي قضية الحق ديالها بحسب الأوراق التموتية كما كنقولوا، حسب الأقوال ديالها، لأنني ضحية، عرفت بأنني عندي الأوراق ديالي وعندي الأوراق اللي تثبت بأنني ضحية الحادث. يوم 9 في شهر 7 2014 وقعت الحادثة خوتي، تفجرت هاد الدفار هادو، ما بقاوش عندي، هاد الشيء كامل مشى ليا، طراف ديولي طاروا اخوتي، الحمد لله والشكر لله اللي بقيت على قيد الحياه، اللهم لك الحمد. ولكن بقيتي كتعيشي المعاناه اختي. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كنحمد الله ونشكر. الحمد لله اختي الحمد. كما استمعتوا معنا مشاهدينا الاوفياء، الحال ديال نعيمه كذلك غنيه عن كل تعليق، راه الحكم بعد الله سبحانه وتعالى للمشاهد الكريم والمواطن لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، واللي حنا متيقنين ومؤكدين بانه كاين قلوب الرحمه غير كيقلبوا على الحالات الانسانيه الجاده، وهذا هو اللي كنعاود نقوله، كنتشرفوا اننا من المنابر اللي كتبحث على القضايا والقصص الانسانيه الحقيقيه، ماشي التمثيل، لا، القصص الحقيقيه اللي كتعاني وكتعاني في صمت، فهي اللي كنحاولوا اننا نمدوا لها المساعده، باش بان باخراجها للوجود، اخراجها لكم انتم مشاهدين الاوفياء، باش من بعد الله كنقولوا من بعد الله، من بعد الحكم، حيت ما كيحكم العبد حتى كيحكم مولاه، باش من بعد الله عز وجل كيبقى الحكم للمشاهد الكريم. باش ما نطولش عليكم، حنا غادي نعطيو الرقم ديال الاخت نعيمه، غادا تعطيه لكم مباشره، وحنا كذلك غادي نحطوه على الشاشه ديال الفيديو ديالها، واكيد ولنا اليقين بانه المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن ما غاديش يتخلاو على نعيمه. اختي نعيمه عطي الرقم ديالك للمشاهد الكريم واعطيه كلمه نهائيه، كلمه ختام. اخوتي الرقم ديالي هو 06 41 80 25 52. عاودي اختي. الرقم ديالي هو 06 41 80 25 52. واخا شي كلمه للخر اخوتي المغاربه. الكلمه للخر اخوتي المغاربه، انا تنعرفكم
بأنكم قلوبكم طيبين طيبين وقلوبكم طيبين بزاف، واللي شافني بعينه يحن بقلبه، الله سبحانه وتعالى غادي يجازيكم، غادي يجازيكم إن شاء الله إن شاء الله. نطلب منكم تساعدوني وتخرجوني من هذه المحنة اللي دامت مدة 8 سنوات، والله يجازيكم بخير، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن بدورنا كما أقول دائما لكل بداية نهاية، وككل حلقة لابد من نهاية. فإلى هنا نأتي على نهاية هذا البث، على أمل اللقاء بكم في قصة من المجتمع المغربي في بث مباشر آخر بحول الله. إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضر ودائعه. كان معكم مراسل قناة مغرب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.